فإذا بها تفاجأ أنه البارح مسكت لنا رسالة تهديدية عند يومين كيقولوا له يومين بنك عارفين فين كيقرا وكل شيء وغنديوه لك وهذه الدرجة هذه. ولكن على الأقل تقدر تضمن النتيجة ديال استرداد المبالغ كاملة للناس. هذه يعني بالأساس أنه الإنسان خصو يطالب بالمبلغ الأصلي اللي دفعه على اعتبار أنه جميع العمليات اللي تبنت عليه هي عمليات باطلة. إذا واحد دخل ب 10 مليون وكيتسنى أن يرد له تعويض قيمة 100 مليون فهذه أنانية مطلقة وما غايجبرش هذا الحل هذا وما غايعطيوهاش هذا الحل هذا. لأن الحل الأسهل هو أنه يصيفطوا ديك الناس كاملين للحبس وصافي ويخلي يقوموا العقوبة ديالهم ويخرجوا يجبروا الملايير كيتسناوهم. لا يمكن أن تنصح شخص هو أعمى البصيرة. يعني واحد الشخص أنت كتقول له هذه المسألة هذه راه فيها الربا وهاد الفلوس أنت ما عرفتيش عليهم وكتسنى تاخذهم باردين وفي الأخر كتجيب ضحايا. كيقول لك لا سيدي هاد الناس هادو الله يعمر السلعة راه عطاو الفلوس. هو أصلا الضحية بحد ذاته فيه واحد النرجسية خصو يدي هو الفلوس ديك الساعة وما كيهموش هذاك اللي موراه دخلوه. وخص انه حتى الانتربول يتدخل في هذه الحاله هذه باعتبار انه كاين مجموعه من المتهمين خارج الارض الوطن في اسبانيا في بلجيكا في فرنسا في هولندا في بلجيكا. الملف ماشي سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ طارق العربي محامي في هيئه المحامين بطنجه. محامي مكلف من طرف مجموعه من الضحايا ديال مجموعه الخير. في هذا الاطار هذه كنشكركم حيت تفضلت وجدتوا عندنا المكتب ديالنا وزرت المكتب ديالنا المتواضع. مجموعة الخير هو أسلوب ديال النصب ماشي حادث. يعني هذا أسلوب قديم كيعتمد على البيع والتسويق الهرمي. هذا الأسلوب هذا استخدم في الولايات المتحدة الأمريكية في واحد الملف قديم وكان مشهور ولمدة 30 سنة. واحد السيد لاشين دو بونزي كانت معروفة كان يستخدم واحد السيد ضحايا لمدة 30 سنة وكيستغلوا انه كيعطيهم ارباح بينما هو خدا لهم رسامل كبيره وبنى بها عمارات وكل شيء في الولايات المتحده. دابا المشكل انه وصلت المغرب مؤخرا من 2010 وهي كتروج في المغرب عن طريق بعض لي برودوي اللي هما بعض ما كيقول لك برودوي كيبان لك هو تافه ولكن كيقول لك لا هذا ساوي قد وكذا وخصك تجيب جوج تدخلهم معنا وكتربح نقاط وكتربح ارباح وبالتالي بداو الناس كيجيبوا ضحايا. دابا طورت الامور توصلت هذه المجموعه ديال الخير. انا تقريبا عندي واحد الهرم كبير ديال الضحايا وصلنا تقريبا 100 ضحيه وفي هاد 100 ضحيه كاين ناس اللي ما مديكلارياش. يعني كاين اللي وقف عندهم الهرم وكيقول لك سيدي انا ما باغيش نصرح باللي مورايا باغي نتحمل المسؤوليه ديال داك المبلغ كامل ونسترجعوا لي ديك الساعه انا نعطيهم. فكتجبر انه الا جينا نحسبوا فعليا راه غتجبر وصل 200 وشي حاجه. ولكن حاليا الاسماء اللي عندي راه في حدود 100-120 شخص. المبالغ حوالي دابا تقريبا حوالي 400 مليون اللي عندي رائجه بيناتهم. ولكن تقدر توصل ما بين 400 مليون الى حتى 550 مليون باعتبار انه كاين اللي ما مصرحش بالمبالغ ديالو كاين اللي ما مصرحش بناء على الخوف. كاين عامل الخوف هنايا لان كاين اللي كيخاف يقول المبلغ فبالتالي يمشي يعمل المحضر بناء على داك غادي بالتالي العائله ديالو يسوق الخبر انه فعلا مشى نزل داك المبلغ. كاين اللي مهدد بشكايات من طرف الاصدقاء ديالو الجيران ديالو داك الشيء. فهنا كاين واحد بزاف ديال الغموض حول المبالغ. واش ديك المبالغ المصرح بها فعلا هي المبالغ الحقيقيه اللي دخلوا بها او المبالغ المتوقعه كارباح او شي واحد استفد ديجا وباغي يرد المبلغ اللي ساهم فيه مره ثانيه نقدان. فهنا كاين مجموعه يعني انا كنقول لك المبالغ تكون ما بين 400 مليون الى ما فوق على حسب الحقيقه اللي غتبان في المحضر. لان واخا يعطيك هو مبلغ كمحامي ملي غيمشي للمحضر وغيزيروا الضابط وغيسقسيه وغيعطيه اسئله دقيقه غيقول في الاخر المبلغ الحقيقي. فكاين الناس اللي مشاو صرفوا على 200 مليون وفي الاخر تسجلتهم في المحاضر 50 مليون فهمتي على حسب. لان كاين اللي باغي يصرح ديالو ديال العائله ديالو الاقرباء ديالو اللي ما مسجلينش في الشكايه. واش النيابه العامه غتستخدم حلول يعني في اطار الوساطه ومقاربات اخرى غير المقاربه الزجريه في هذه الحاله هذه اذا اعتمدت النيابه وجابت خبراء واستعنت بخبراء باش يعملوا الحل لهذه المعضله هذه غيحلوها. لان كاين حلول من بين هذه الحلول اعاده استثمار المبالغ الموجوده عند المذنبين او المتهمين او المتابعين حاليا. كاين طرق اننا هذيك المبالغ اللي عندهم الملايير اللي تجبرت عندهم اعاده التوظيف ديالها عن طريق اي مؤسسه سواء ديال الدوله سواء في مشروع يكون هما
ينزلوا داك الكابيتال والضحايا هما شركاء في داك المشروع، ويتم تعيين اي خبير يشرف على المشروع، سواء خبير مهندس ولا هادي، سواء مشروع عقاري ولا مشروع شركه فعلا اللي غتكون ربحيه، ويكمل هذاك التوجه الهرمي اللي كان فعلا يتكمل ويعطي النتائج ديالو. يمكن غتكون الحلول لا تاخذ وقت، ولكن على الاقل تقدر تضمن النتيجه ديال استرداد المبالغ كامله للناس. ولكن اذا هاد المبالغ ما تعادش التوظيف ديالها، فانا اشك ان المبالغ ترجع كما هي للناس، باعتبار انه كاين واحد قسم منها كبير رجع على شكل ارباح. فكيفاش انت غتسترد داك المبالغ وتعاود توزعها على الضحايا الاساسيين؟ فانا يا علامه استفهام تجنبا اي غموض في هذه المساله هذه. بالاساس انه الانسان خصو يطالب بالمبلغ الاصلي اللي دفعه، على اعتبار انه جميع العمليات اللي تبنت عليه هي عمليات باطله. فما بالك انه اذا انت غترجع المبلغ ديالك الاساسي، انت كضحيه مطالب انك تمام من حقك تطلب تعويض، من حقك انك تقول مثلا انا خصني التعويض على الضرر، هذا خارج المبلغ. اما المبلغ المطالب به هو المبلغ انت اللي دخلتي به بالاساس وبغيتيه انه يتضاعف. هذا هو لان علاش؟ لان الا دخلنا بهذه الناحيه هذه المشكل ما غيتحلش. اذا واحد داخل ب 10 مليون وكيتسنى ان يردوا له تعويضات قيمه 100 مليون، فهذه انانيه مطلقه وما غيجبرش هذا الحل هذا وما غيعطيوهاش هذا الحل هذا. ولكن الا كانت النيابه العامه في التوجه ديالها ركزت على انه تفك هذا المشكل هذا، لانه اصبح مشكل اجتماعي. عندك واحد العدد الضحايا لا يعد ولا يحصى، عندك واحد القاعده الضحايا يمكن تتجاوز مليون شخص. كيفاش غتحلوا هذا المشكل؟ هذا مشكل وطني، هذا مشكله قضيه راي عام، اللي هي ما يمكنلكش انك انتينا تحلها بطريقه زجريه مطلقه بدون انك تجبر حلول بديله لهذه المعضله هذه اللي غتحل مشاكل الناس كاملين. لان الحل الاسهل هو انه يصيفطوا ديك الناس كاملين للحبس وصافي، ويخلي يدوزوا العقوبه ديالهم ويخرجوا يجبروا الملايير كيتسناوهم. اي مصادره عندك المبالغ يمكن ما تكونش حل، حتى الا صارت صادرت يعني ما غتصادر. فائده من؟ فائده الضحايا. خاصك الضحايا كاملين يمشيو يحجروا على ديك المبالغ وما عندهمش المعلومات وما عارفينش فين هي الثروه وما عارفينش بزاف الحاجة. ولكن الا كانت المقاربه فيها اشتراك مع الدفاع ديال المتهمين ومع المتهمين نفسهم، هما يصرحوا ويعقدوا صفقات، هذه كتسمى القانون الانجلو ساكسوني والقانون الامريكي، راه كاين صفقات تسويه كيعرضوها المتهمين والدفاع ديالهم باش انهم يخفوا على راسهم العقوبه مقابل الاقرار بالذنب وتحمل المسؤوليه الماديه على تعويض الضحايا. حنا في القانون المغربي كنشوف اطار الصلح، ولكن هذا الصلح هذا يقدر يكون نسبي، فهمتي؟ فحنايا اذا كان النيابه العامه تقدر انها تعمل توجه لفائده الضحايا، فاحسن توجه هو انها تفرض على المتهمين يعقدوا صفقه عن طريق سواء الاستثمار ديال هذه الاموال هذه في نشاط اللي فعلا غيكون يرجع المبالغ الاساسيه، وهذه خصها عمليه طويله ولكن واخا تكون معقده غتكون ناجحه. العمليه الاسهل باش نطويو هذا الدوسي كامل هو انه دخل عباد الله للحبس اللي هرب وهذه يبقاو في لاروشيش، يدوز الامد ديال التقادم، من بعد يدخلوا للمغرب يقول لك اسيدي انا هو عاش بالملايير، يجي يقول لك انا عندي التقادم في التهمه ديالي. انا عندي دابا حاليا واحد السيده مصيفطه لي، كانت هي عضوه نشيطه، الفلوس ديالها هي عاوتات استثمراتهم وكل شيء، ولكن دابا لحد الساعه كتقاتل باش انها ترد الناس، يعني تقاتل وتخلص المحامي وكل شيء وهذه باش تعمل شكايات نيابه على الناس اللي هي ورطاتهم معها وكل شيء. فاذا بها تفاجئ انه البارح مصيفط لنا رساله تهديديه عندها يومين، كيقولوا له يومين بانك عارفين فين كيقرا وكل شيء وغنديوه لك. وهذه الدرجه هذه اذا بقينا ماشيين بهذه الوتيره هذه راه غتولي بحال حرب اهليه. هنايا خص النيابه العامه ابار انها تفتح الباب ديال الشكايات المرتبطه بهذا الموضوع هذا، حتى الشكايات المرافقه لها في اطار التهديدات اللي كيتعرضوا بها الضحايا مع بعضياتهم، في اطار لان عندنا وحده من الضحايا مشات شربت المقاطع وماتت. راه هذه كارثه. هذا خص تدخل مباشر، خص تدخل مباشر من طرف النيابه العامه انها تعمل خط اخضر او ثاني خاص بالابتزازات اللي كيتعرضوا لها الضحايا. لان واحد كيعيطوا له كيقولوا له راه كنسالوا لك قدا وقدا وتجيب لنا قدا وقدا وارقام مجهوله، يعني ارقام ما عندوش هو مسجله في الهاتف ولا ارقام اخرى وكيعيطوا. يعني هنا كنوليو في الخطر على الضحايا ذات نفسهم، هما ضحايا وتعرضوا للظلم في المبالغ ديالهم هما،
وناس اخرين حتى هما مشاو بنفس الوتيره ولكن كيهددوا بعضياتهم. يعني هنا هنا راه مشكل كبير. اخر جلسه كنظنيه 5 في الشهر يعني اليوم كانت الجلسه ديال التحقيق. باقي ما عنديش معلومات اللي هي مضبوطه على راش في الجلسه ديال التحقيق باعتباري انا باقي ما الضحايا ديالنا باقي ما دخلوش شي طرف في ديك الجلسه. حنا كنحاولوا اننا نقدموا لائحه ديال الضحايا على شكل عريضه مباشره للسيد قاضي التحقيق باش يدخلوا في النزاع بشكل مباشر، لان المسطره ديال الاستماع عند الضابطه القضائيه كتاخذ شويه الوقت باعتبار انه اللائحه طويله جدا ديال الضحايا، باعتبار انه كثره ديال الملفات، باعتبار انه الشرطه القضائيه ما عندهاش زعما داك المتسع باش تسمع كل شيء بدقه واحده. راه المؤهلات اللي عندنا راه تبارك الله خدات زعما بعين الاعتبار انه تخصص قسم الشكايات في المحكمه الابتدائيه ان هذا الموضوع هذا تخصص قسم الاستماع للضحايا في لابي جي في الشرطه القضائيه، ولكن بالرغم من ذلك راه العدد الضحايا كبير. فالمفروض انه كنظن انا ما عنديش المعلومه مضبوطه كنظن انه غيتفتح قسم نفس القسم في جميع المدن المغربيه، وخص انه حتى الانتربول يتدخل في هذه الحاله هذه باعتبار انه كاين مجموعه من المتهمين خارج الارض الوطن في اسبانيا في بلجيكا في فرنسا في هولندا في بلجيكا. يعني الملف ماشي سهل، الملف ماشي سهل لا بحكم المبالغ اللي مجموعه فيه لا بحكم ديال عدد الضحايا. يعني هذا ملف اللي خصو فعلا تعطلو العنايه الكامله وتشكل خليه غير باش تدرس الحلول. ونتمنى في الاخير انه هاد المبالغ ترجع للاصحاب ديالها باعتبار انهم اللي مصلحته يرجع المبالغ بالدرجه الاولى هما المتهمين، والا الى تطورت الامور فغيبقاش التكييف عند المحكمه الابتدائيه غتولي التكييف عند المحكمه ديال الاستئناف باعتبار انها جنايه، جنايه ديال تكوين عصابه اجراميه وهذه العقوبه ديالها من 50 فوق. انا كنظن انه لغايه الان عدم تحويل الموضوع الى عدم الاختصاص هو رهين بمدى يعني التفاعل الايجابي ديال المتهمين الدفاع ديالهم مع هذا الموضوع. هذا لا يمكن ان تنصح شخص هو اعمى البصير. يعني واحد الشخص انت كتقول له هذه المساله هذه راه فيها الريبه وهاد الفلوس انت ما عرفتيش عليهم وكتسنى تاخذهم باردين وفي الاخر راك كتجيب ضحايا، كيقول لك لا سيدي هاد الناس هادو الله يعمرها سلعه راه عطاو الفلوس. هو اصلا الضحيه بحد ذاته فيه واحد النرجسيه خصو يدي هو الفلوس ديك الساعه وما كيهموش هذاك اللي موراه دخلوه. فكتجبر انه جميع الضحايا عندهم هاد لوفيس بسيشيك، يعني عندهم هاد العيب نفسي هو انه كيقمر بفلوسه وكيتسنى انه النتيجه تكون ايجابيه ليلو وما كيهموش العدد اللي دخل. هذه ماشي غير اللي استفدوا، حتى هذوك اللي ما استفدوش كانوا كيتوقعوا نفس المساله انه تقدر توقف عندهم هما، وجا وحدين اخرين كانوا كيتسناو توقف عندهم هما، وكل شيء كيقول يمكن واحد الساعه توقف هذه العمليه هذه، ولكن داخليا اش كيقول؟ انا شبر ديالي ومشي. هذاك الاولاني اللي شبر ديالو بغى يمشي قالوا له اش توظف فلوسك مره ثانيه وتضوب لهم؟ قال لهم ياه بسم الله توكل على الله. ف كاين واحد الناس دخلوا له بحسن النيه، ولكن باش الانسان انه مثلا ياخذ مثلا الفلوس ويعطي الشيك عليه، يعني هذا خصو يكون معمي باش انسان تدي الاموال اللي مخبعه الزوج ديالها وهو مسافر وتقول بانه على ما يجي تكون صافي دوبلتهم وربحت. فهنا الطمع والسذاجه ونسبه الانانيه راه كتعطي واحد النتائج كارثيه. وانا كنقول لك هذه المساله هذه راه ما وقعتش الا الناس سداج زعما بسيطين في المستوى التعليمي او اميين، لا حاشا، ناس مثقفين، ناس متعلمين، ناس في اطر عليا، ناس دكاتره، هادو كاملين يعني القاسم المشترك ديالهم ماشي العلم والوعي. القاسم المشترك ديالهم انهم كيعرفوا ديك الدائره ملي كدور كدور الفلوس، وخصهم يستافدوا قبل ما تشد هذيك لا طوبناد، هذيك العاصفه قبل ما تسال خصو هو يستافد. هنا اي واحد باغي انه يشكي وانه يجيب حقه هو ضحيه، لان علاش تستخدمت ضده جميع الوسائل القانونيه او غير القانونيه باش انهم يقنعوه، ولكن هنا هو خصو يلوم راسو لان هذه تجربه خاصه باش ما تعاودش. هو خصو يقرر راسو انه هذا الخطا ما خصوش يطيح فيه مره ثانيه. دابا ناس اخرين ما بحالوش يتعلموا، علاش؟ لان كاين ناس اخرين استفدوا ماديا، واخا يشوف هذه العاصفه هذه واخا يشوف الناس جاريين موراه
هو بالنسبه لي استفاد الا دازت هذه العاصفه بسلام ما تاداش فيها احمد الله لا غدا ملي غتبان واذا كان هو من الاوائل غيساه فهمتي فعلاش كنقول لك ان المساله فعلا دقيقه لان خص الخدمه ديال النيابه العامه او الشرطه القضائيه تكون جد دقيقه باعتبار انه كاين بعض الاشخاص في هذا الهرم مفاتيح خصوش يمشيو متابعين فقط كانهم متهمين لا هذوك مفاتيح لان شكون اللي غيشهد عندك الضحايا كاملين من المبالغ ديالو راه كل واحد غيشهد له هذاك اللي جابو ما عندوش دليل اخر فاذا مشيتي تعاقب هذوك بحال اللي غتخلعهم بحال اللي ما يقدروش يشهدوا بحال اللي ما غيقولوش العدد الضحايا وما غيقولوش المبالغ ديالو اذا هانتي خسرتي واحد الحلقه كبيره اللي هي مهمه وفيها الفائده للتحقيق بينما الطريقه اللي انا استخدمتها هو طريقه كتعتمد على انه جميع الضحايا كيمشيو وكيعملوا الشكايه بالادمين اللي استفدت من هذه الاموال هذه ودوزاتها للهرم الكبير والادمين اللي بقاو عند المبالغ ديال الفلوس ملي تشبر وقع هذا المشكل هذا هذوك كاملين ضحايا واذا تقدموا كانهم ضحايا وديكلاروا على المبالغ ديالهم اكيد فوسط هذه الشكايه كامله كاين واحد ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته يقدروا يشهدوا لهم بداك المبالغ اللي دفعوها باعتبار انهم كانوا مع بعضياتهم في هذيك المساله بينما الى بقى كل واحد كيضرب في الهرم انت كتخوف الشهود وكتخوف الضحايا وكتخوف كل شيء فواحد نسبه كبيره في الضحايا ما غتبانش كاع ويمكن تمشي تاخذ حقها بيدها بلا ما تمشي للمحكمه وهذا اللي وقع دابا حاليا واقعين نفس الصراعات في الاحياء وكل شيء شي كيبيع الذهب ديالو شي كيشي ما استفدش وكيبيع الذهب ديالو شي مستفدش كيبيع الدار ديالو فهذه كارثه اجتماعيه الناس ما ناقصين شي المشاكل اللي عندهم والتضخم راه كافي واغلبيه الناس بغاو يحسنوا الوضعيه ديالهم ولكن باش يكون حتى الحل على حساب هذه الوضعيه ديالهم اللي غتولي في الحاضر مره اخرى فانا كنظن انه الحلول هنايا والكره في الملعب ديال التوجه ديال النيابه العامه حنا عندنا الثقه الكامله ان النيابه العامه والجهاز القضائي كافه عنده من الحكمه انه يجبر حلول ناجعه في هذا الملف هذا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.